حضرتك اسألها. الممثل التاني ممثل كده. ها يعمل كده دايما. محمد رمضان. لا قديم ولا جديد؟ قديم قديم وجديد وطول الوقت شغال. طول العمر بتفرج عليه وبنحبه كلنا قوي. ادوار ايه اكتر؟ كوميدي، معروف بالكوميدي اكتر، بس عمل تراجيدي في حاجات معينه. انت عامل له حركه تانية غير الحركه دي؟ بيعمل عادل امام. ايوه شوف حركه خد مني بس كده بقى. انا خايف يخصم نقطه ولا حاجه. انت بقى صعبان عليا في اللي جاي، هيبقى صعب عليك قوي. ايوه 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 احنا ما بنهزرش. انا ما اعرفش اصلا. لا ما اتصرف. ممثل ولا لا. لا لا انا ممكن احل اللي بعده. بلاش اللي بعده. الاسم اللي بعده. طيب ماشي. شفت انا ريحتك ازاي؟ ماشي حلو. يلا اتفضل. ممثل ولا مغني؟ لا بنت اصلا. بنت عاديه يعني؟ مش لا بنت عاديه منين يعني؟ ما اكيد انت بنت عاديه. لازم بنت خالتي يعني. واحده كده كانت معديه. ممثله جديده ولا قديمه؟ جديده. جديده. بتعمل مسلسل لوحدها في رمضان ولا بتشارك مع حد؟ مسلسل لوحدها في رمضان. طب سهليها له شويه. نيلي كريم. لا. هند صبري. لا. منى زكي. جديدة 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 اجدد من دول. جديدة. بتعمل مسلسل لوحدها؟ ايه تحسده ولا ايه؟ لا لا انت بتهزر. والله العظيم في تفاهم عالمي. انا مبسوط والله. برافو ما شاء الله ما شاء الله. برافو عليك انت شاطر في اللعبة دي. جيبك معانا اول ما بحب انا الحاجات الميمز دي. اتفضل بقى اللي بعده.